الجانب الاخر مواجهات مودرن فيوتشر هيبقى طبعا الزمالك ودريمز الغاني ونهضه بركان المغربي. انا معايا على التليفون الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر. يا كابتن هيثم مساء الفل ومبروك الف مبروك. مساء الخير يا هيما، تحياتي ليك وللساده مشاهدين وفريق العمل المحترم. اخبارك يا صديقي العزيز؟ كله تمام؟ مبسوط اخيرا مبسوط؟ ها، حمينا نفسنا. اه طبعا كان موقف الفتره كانت صعب. صعبه جدا، موقف صعب تغيير مدربين، هزه كانت شديده جدا. الله يكون في عون الكابتن تامر. عايز اقول لك ان هو جه في وقت صعب جدا، مفيش طبعا شماعات، تحمل المسؤوليه، الراجل بيشتغل ليل نهار، المنظومه كلها كان فيها هزه شديده شويه بسبب اللي كان بيحصل. ولكن لعيبه رجاله، الاداء كان بيتطور حتى في اخر مباراه في الدوري لما رجعنا من جنوب افريقيا وكان فاضل 48 ساعه، قدم مباراه كبيره جدا، وكنا عارفين ان هيجي وقت هنبدا نجني ثمار التطوير في الاداء والشغل والروح الحلوه بتاعت اخر 3 ماتشات. واللعيبه النهارده كالعاده، ماتش كان فيصل هلال ليه بفرقه محترمه جدا بالمناسبه، تمام، فريق محترم جدا، فبالتالي انا يعني بشكر اللعيبه على مجهودها والجهاز الفني، وكانوا قد المسؤوليه، فالحمد لله من عند ربنا يعني. اللهم مبروك الدكتور وليد، طبعا اتحمل معانا الفتره الاخيره، والنهارده بالمناسبه الدكتور وليد، وده الحلو في المنظومه بتاعتنا، ايوه، لما بيلاقي اللعيبه بتعمل حاجه كويسه دخل وضرب المكافاه في 4 مرات، فالمنظومه كلها مبسوطه. هيصة دي اوعى، ده النهارده مش هيناموا، اتضربت في 4. ايوه انتوا بتدوا الجهاز الاداري والجهاز الاعلامي مكافآت زي اللعيبه ولا لا؟ لا طبعا، هي في نسب في كل منظومه، تمام، بالعدل طبعا، ولكن اللي انا عايز اقول لك ان الراجل فير، العقاب موجود والثواب موجود، ولما الناس بتدي بيدي، وده الحلو في المنظومه، وان الكل على فهمتش انت مستوى الغرض من واحد. السؤال؟ اصله مش بس انا فهمت اللعيبه اللي قصدك. بتفرح، مش بس اللعيبه اللي انا بتفرح، عمال غرفه الملابس بيفرحوا، اللي في كل والمدربين المنظومه كله، بيفرحوا لما تقول لي ان المكافاه تتضرب في 4، فالخير يعم، فالناس تنام مبسوطه يعني، فده حلو يعني. انا عايز اقول لك ان هو اما طلع من الاوضه، تمام، كان الناس واقفه، العمال والكلام ده كله، قال نفس الشيء، زي ما اللعيبه عملنا مع اللعيبه بنعمل في كل المنظومه، الراجل ايوه. فير جدا يعني. وفي هذه اللحظه تمنى هيثم عرابي لو يكون فردا من افراد الجهاز الفني. ده طبعا مدير تنفيذي، والمدير التنفيذي ما بيخشش في المكافآت. مش هرد عليك يا قريب. ها؟ يا جدع يا جدع، اللي انا اتمنيت يا جدع لنفسي ابقى معاك يا جدع. طيب خليني اسالك، استضفنا، قول. خليني اسالك على المواجهه المقبله، تتمنى يكون مين؟ يعني او عايز تتجنب مين؟ عشان السؤال يعني يبقى مظبوط. مفيش، بص، انت لو عندك انت يا الزمالك، اديك الاختيارات، يا الزمالك يا دريمز يا نهضة بركان. الزمالك فريق كبير وفريق محترم، نهضة بركان احنا متابعينها فرقة محترمة جدا، دريمز بالمناسبة كسبت 4 ماتشات من اصل 6 ماتشات لعبوهم او على ما اتذكر يعني، تمام، وفرقة محترمة جدا، الثلاث فرق ليهم وعليهم، فبالتالي احنا لو عايز تبقى فرقة كبيرة مفيش شماعات، لازم تكسب المواجهات الكبيرة، واحنا جاهزين والفرقة جاهزة وبتتطور، عظيم. فمتفائلين جدا يعني، مش هقدر اختار فرقة. خلينا اسالك، ما حقيقه نشوب مشاده ما بينك وبين الحاج عامر حسين في مباراه او عقب مباراه سموحه؟ لا، هو ما حصلش شده، هي اللي حصل ان انا بعد الماتش قلت جمله، تمام، وكنت متنرفز جدا، لكن لا ما غلطتش، انا مش، انت عارف ان انا مش غلط يا ابراهيم، تمام، ماشي لكن انا هقول لك حاجه وعايزك تمشي معايا واحده واحده، حلو؟ ماشي، انا فاهم ان اللوائح والقانون بتقول لك ان الفرق بين ال4 ماتشات، بين الماتشات اللي بره واللي جوه، 4 ايام، طيب انا فاهم ده كويس قوي، تمام، لكن انا راجل لعبت ماتش يوم 25، تمام، سافرت 26، وصلت مصر يوم 27، صحيح، تمام، سافرت اسكندريه 28 عشان العب 29، حلو، وسط كل دوت سفريتي من جنوب افريقيا لمصر، لانها كانت محافظه تانية غير جوهانسبرج 17 ساعه ضحيه، فليه ما تاجليش الماتش؟ فاهمني؟ ده كل طلبته، لكن يعني فلقيت عدم رد، ولقيت حتى في نوع من انواع ما علينا، مفيش شماعات، الفرقه جت وعملت اللي عليها، وما كانش فيهم شد على قد ما انا كنت يعني ايه، وصلت طب رساله. الموضوع خلص ولا لسه في زعل؟ في، انا بالنسبه لي قلت اللي عندي وخلاص، بس مفيش اي حاجه، والراجل بكل الاحترام، بس احنا كل طالبينه ان يكون في عدل في التعامل، مش اكتر من كده، مش اكتر. طيب اخر سؤال عندي، احمد صحيح عاطف. عبرين، احنا بنلعب باسم مصر، طبعا مفيهاش كلام. اخر سؤال له علاقه باحمد عاطف، هل في مفاوضات مع الزمالك؟
فاهم، احنا في شهر 3 مفيش اي فتح من اي كلام على اي لاعب. احنا عندنا افريقيا، بص املنا سواء انا او دكتور وليد او المنظومه او اللعيبه او حتى العمال قادرين كلنا مركزين في الكونفدراليه، عندنا امل كبير فيها. استاذ هيثم الدوري عايزين نرجع لمكانتنا. استاذ هيثم كويس يا استاذ هيثم، ما تفسحنيش، ده انت ما تفسحنيش، انت ابو الشغلانه. ده انت لما كنت لما كنت في النادي الاهلي كنت بتتفق وتظبط وتسعى وتجس النبض قبل الهنا بسنه، فانت اكيد عارف انه بيبقى فيه سؤال عشان خاطر نلحق نحجز قبل ما تيجي الفتره. مفيش نادي بيبتدي يشتغل على لعيب في ساعتها بيه. ده لو انا راح اشتري ماشي، لو انا عايز اقفل على اوضه اللبس وداخل في بطولات مهمه جدا ماشي. ما انا عارف ان انت قافل. لا، يبقى انا صحح لك السؤال، يبقى انا سالت سؤال غلط. الزمالك كلمكم في حاجه بشكل او باخر له علاقه باحمد عاطف؟ لا، ولا حد، لو حد اتكلم كل حاجه مقفوله لنهايه الموسم، بس انا باكد لك ان مش حد اتكلم في اي شيء. شاطر قوي والله العظيم، شاطر. اتعلم منك يا هيما، احنا عشنا. مبروك يا هيثم، الف الف مبروك، وربنا يكرمك ويوفقك على الصعيد الشخصي ويكرمك ويوفقك ان شاء الله باذن الله كفريق. الف الف مبروك، بشكرك شكرا جزيلا.